مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده برنامجكم حكايات مع مروه عزام. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم عن اي غلطه غلطتها ولو رجع بيك الزمن هتبقى عايز تصلحها. الزمن ما بيرجعش، لكن غلطات البني ادم ما بتخلص، وطول الوقت بنغلط وبنتعلم وبنغلط وبنتعلم، وده قانون الدنيا ان احنا نغلط ونتعلم من غلطنا. في ناس كتير جدا جدا بتتعلم من الدرس اللي غلطته، وفي ناس مهما غلطت ما بيتعلموش. في ناس بتستفيد من تجارب الاخرين وما بتكررش الغلطه، وفي ناس لازم تقع في نفس الغلطه وفي نفس الحفره وتقول يا ريتني، رغم ان كانت شايفه ان في تجارب حواليها كانت ممكن تستفيد منها لكن ما بتستفيدش. انواع البشر كتير جدا جدا جدا، والبني ادم احيانا غلطته بتبقى سبب في انه يعيش تعيس كل عمره. في غلطات مش سهل انها تتصلح، وفي غلطات بتدفع البني ادم فاتورة الغلطة دي، مش هو بس، هو وناس حواليه بيتضروا ممكن من غلطته. فعشان كده النهاردة هنتكلم معاكم عن غلطة غلطتها او غلطتيها وكانت سبب في تعاسة حياتك، ولو رجع بيك الوقت او الزمن عمرك ما هتعملها. النهاردة بعت لي زوج بيقول انا غلطة عمري الوحيدة هو اني فضفضت مع مراتي. مراتي اللي كنت فاكرها سري، اللي كنت فاكرها أماني، اللي كنت فاكر إن أنا بتكلم معاها أكني بتكلم مع نفسي. هو مش ده الطبيعي؟ مش طبيعي إن البني آدم لما يفضفض مع مراته أكنه بيتكلم مع نفسه؟ أنا افتكرت كده، فضفضت لمراتي بكارثة ما كنتش أتخيل إنها تكون سبب بإنها تذلني وتستعبدني وتخليني أعمل شغل البيت وتأمرني أجيب لها عربية موديل السنة. شغل البيت كان مقدور عليه، كانت بتقولي امسح او اطبخ او اغسل المواعين او النهارده انا مش قادره اطبخ، كنت بقول ماشي معلش، وكنت باخده من باب ان انا بتعاون معاها رغم اني مجبر لاني ما اقدرش اقول لا. كل ده كنت بعديه. طلباتها الزياده كنت بعديها، لما كانت بترفض تروح لاهلي كنت بعديه. كل ده عديته وكان عادي، لكن دلوقتي طالبه مني ان اجيب لها عربيه موديل السنه، وهي عارفه ان امكانياتي مش احسن حاجه، وان القرشين اللي انا شايلهم قرشين شايلهم للزمن، لا انا اتعب او هي تتعب او حد من الولاد يتعب. لكن هي بكل جبروت قالت لي والله لو ما جبتش ابقى شوف انا هعمل ايه، وقد اعذر من انذر. قلت لها انت هتفضلي لامتى تذليني بالسر ده؟ هتفضلي لامتى تشتري وتبيعي فيا كل ده عشان جيت فضفضتلك؟ بدل ما كنت تقولي جوزي اللي ما بيخبيش عني حاجه حتى عن اقرب الناس ليه بتبيعي وبتشتري فيا، بتطلبي مني حاجات فوق طاقتي، هو ده الاصل؟ هي دي اللي المفروض العشره الطيبه اللي بيني وبينك؟ ردت وقالت لي سيبك بقى من الكلام اللي ملوش اي لازمه ده، انا قلت لك وحذرتك لو ما غيرتليش العربيه فضيحتك هتبقى على الملأ. كلكم طبعا عايزين تعرفوا ايه الفضيحه اللي هو عملها. الحقيقه ان الفضيحه ما تخصوش، الفضيحه كانت تخص اخته. بيقول لي انا ماليش غير اخت واحده، أختي اتدلعت جدا جدا، أبويا وأمي كانوا سبب في دلعها، ما كانتش في حاجة بتطلبها بيتقال لها عليها لأ، أي حاجة عايزاها بتنفذ وسمعا وطاعا من غير أي نقاش، لحد ما حبت واحد ما كانش مستوانا إطلاقا، كان هو من دنيا وإحنا من دنيا. أختي المتدلعة اللي ما بيتقالهاش لأ راحت حبت واحد لو كانت كملت معاه كان أقل حاجة هتحصل لها إنها تصحى من النوم تخدم 18 فرد، عيلته كانت 18 فرد وهي كانت عندها عادي، إيه المشكلة؟ أنا بحبه وهو بيحبني. وكلنا نقنع فيها لكن ما كانتش بتقتنع، كلنا نقول لها يا بنتي ما ينفعكيش لكن ما كانتش بتسمع، وكتير قلنا لها لكن ما كانتش عايزة تسمع غير نفسها وبس. الولد كان بيضحك عليها وكان بيستنزفها وكان بياخد فلوس منها وهي طلباتها ما بتخلص، وتروح لأبويا وأمي ما بيقولولهاش لأ، وكانوا فاكرين إن حل المشكلة إن كل ما تطلب حاجة يدوها لها، وكانوا فاهمين إنها بكده هيجي في يوم وتبطل اللي هي عايزاه. المهم كانت مصممة جدا والولد بيضحك عليها جدا، لحد ما ابتدى يجرجرها في سكة مش حلوة، ابتدى يطلب منها حاجات ما يصحش، وابتدى يعمل معاها علاقة على التليفون. ومش بس كده، الأمر تطور، ابتدت تبعت له فيديوهات ليها وابتدت تبعت له صور وحاجات ما ينفعش أبدا إنها تتشاف. المهم في مرة وأنا ماشي قابلتها هي وهو ماشيين وماسكين إيد بعض في الشارع، أنا اتجننت والدم غلي في عروقي. احنا مش قلنا لك ان الشخص ده ما ينفعكيش؟ مش قلنا لك ابعدي عن الشخص ده؟ لكن هي
أول ما أنا شفتها لقيتها بتتكلم معايا بكل بجاحة، لأنها ما تعودتش إنها تهيب حد ولا تخاف من حد. نزلت واتخانقت معايا وجيت أمسك فيه، لقيتها بتدافع عنه وبتلم عليا الناس في الشارع وبتقول لكل اللي في الشارع الحقونا، واحد بيتهجم عليا أنا وخطيبي. قالت عليا أنا واحد وخليته هو خطيبها، بقيت أنا اللي غريب وهو اللي خطيبها. بقيت أقول لهم ده أختي، أختي يا جماعة، أختي، صدقوني. الناس كلها ما حدش مصدق، والواد كان في قمة قلة الأدب، ابتدى يعلي صوته ويقوى بيها لما حس قد إيه هي معاه، وابتدى يحس إن هو ما فيش حد في الدنيا ممكن يقف قصاده، وابتدى يأكد على الناس ويقول لهم ده حد قليل الأدب وكان بيعاكس خطيبتي وأنا كنت لازم أربيه. والناس ابتدت تبقى معاه ضدي وضربوني قدام عينيها، وأختي ما اتكلمتش. ساعتها أنا كنت هتجنن، ما بقتش قادرة أتخيل إن دي أختي. قلت خلاص أنا أختي ماتت من اللحظة دي، ورحت على أهلي حكيت لهم اللي حصل، ولولا ستر ربنا والناس اتدخلت وعرفت أمشي ما كانش أعرف ممكن كان يبقى مصيري عامل إزاي ولا كنت ممكن يحصل لي إيه. أول ما عرفوا أبويا وأمي لأول مرة لقلهم رد فعل، والأول مرة يقولوا إزاي ده حصل، ويبتدوا يتجننوا إن أنا اتضربت بسبب أختي في الشارع. أول ما رجعت خدوا منها التليفون وخدوا منها أي حاجة ممكن توصلها بالشخص ده. أنا بعدت عنها خالص واجتنبتها بصورة كبيرة جدا. لقيت الشخص ده بيبعت لي صور لأختي على التليفون، وبيبعت لي فيديوهات، وبيبعت لي مكالمات مسجلة بينهم بأقذر الكلام اللي ممكن تتخيله. عمري ما كنت أتخيل إن أختي يوصل بيها الوقاحة وقلة الدين إنها تقول كلام زي ده وتعمل اللي بتعمله، أكن حد تزوج من حد، علاقة قذرة بمعنى الكلمة. ساعتها أنا كنت هتجنن، ولقيته بعت لي أنت السبب في إن أنا مش عارف أوصل لها، وزي ما أنت عقدتها حلها. ما بقتش عارف أعمل إيه، ابتديت أتكلم معاه وابتديت أقول له أنت عايز إيه. طلع ديته فلوس، خد مني فلوس كتير جدا، مش مرة، مرة واتنين وتلاتة وأربعة، وأنا خفت أقول لأبويا وأمي لإجرى لهم حاجة. وساعتها رحت وقلت لها كل اللي حصل، وقلت لها وقلت لها الفيديوهات اللي هو بيبعتها. وساعتها ابتدت تدرك ان فعلا انها كانت مع شخص مبتز، وانه كانت مع شخص بيستغلها، وابتدت تحكي لي هو خد منها فلوس قد ايه، وابتدت تقول لي انا خايفة ومش عارفة اعمل ايه. المهم بكل المحاولات الممكنة اتفق معايا على مبلغ معين، وانا كنت ممكن اروح ابلغ عنه الشرطة او اعمل اي شيء، لكن خفت على اختي من الفضيحة، خفت لسرها يتفضح. ساعتها قلت له شوف انت طلباتك ايه. قال لي انا معايا فلاشة عليها كل حاجة تخص اختك، وممكن اديها لك وما تشوفونيش تاني في حياتكم، بس انا عايز 100,000 جنيه. ما ترددتش لحظة ووافقت ان اديله 100,000 جنيه، بناء على ان انا اخد الفلاشة وما يعرفش عنها أي حاجة، وبعد كده كل واحد فينا يروح لحاله. وفعلا خدت منه الفلاشة واديته الفلوس، وكتبت تعهد وكتبت وصل أمانة عشان لو فكر يرجع تاني يذلنا بالفلاشة دي أروح أشتكيه. وخلصت القصة، وابتديت أنا وأختي الأيام تصلح بينا، بس قعدت فترة كبيرة مش طايق أبص في وشها. في الفترة دي كانت نفسيتي زي الزفت، وكانت مراتي بتسأل طول الوقت انت فيك ايه. مراتي واخدة بالها جدا من فلوسي ومن تصرفاتي. اول ما لقيت ان الفلوس اللي في حسابي نقصت 100,000 جنيه اتجننت، وبقت تصوت، وبقت تقولي انت عارف واحدة عليا ولازم تقولي الفلوس دي راحت فين. اقول لها انا واخدها عشان هشتغل بيها، لكن هي مش مقتنعة لاني برضو كل كبيرة وصغيرة في شغلي كنت بعرفها لها. فاضطريت اني احكي لها، وكنت عايزة فضفض مع حد. حكيت لها القصة كلها، وحكيت لها من يوم ما أختي شفتها في الشارع، ومن يوم ما تخلت عني وأنكرت إن أخوها والناس اتضربتني بسببها، وكم الابتزاز اللي اتعرضنا له. وآخر حاجة حكيت لها إن الفلاشة كانت مقابل 100,000 جنيه. لقيتها اتجننت وقالت لي ما كانت تتفضح، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، اختك دي طول عمرها متدلعه. وللاسف مراتي ما كانتش بتطيق اختي، وكانت دايما بتقول لي ابقى قابلني لو اختك نفعت، وكانت دايما بتقول لي دلع اهلك في اختك، دمرها وضيعها وخلاها بني ادمه ما حدش بيطيقها. واكيد الموضوع جالها على التبطاب، ابتدت تزعق وابتدت تصوت وتقول لي يعني ايه تدفع 100,000 جنيه وعشان ايه، والفلوس دي مفروض ابوك اللي يديها لك، انت سترت عرضه. قلت لها ما هعرضه عرضي،
ده اختي يعني تخصني. المهم بعد ما هديت ابتدت تدور وتنكش لحد ما وصلت للفلاشه. فتحت الفلاشه وشافت كل البلاوي اللي عليها وشافت كل بلاوي اختي. طبعا ما اكتفتش انها شافت بس، عملت نسخه من الفلاشه، وبدل ما كان البني ادم القذر اللي اختي عارفاه هو اللي بتبتزني، بقت مراتي اللي بتبتزني، بقت بتبتزني بمعنى الكلمه، بقت بتخليني اعمل شغل البيت وبتبهدلني وبتمرمطني وبتطلب مني فلوس وتقول لي كل ما اتكلم اقول لها كفايه حرام عليكي شقه عمري بيروح، وانا شغال في شركه بيدونا كل شهر 9 جزء زي مكافاه معينه بيدوها لنا فلوس مبلغ معين. المهم ان كل ما يجي لي الفلوس دي تقول لي الفلوس دي ليا انا، وانا عايزه الفلوس واقول لها حرام عليكي كفايه اللي انت خدتيه، تقول لي على الاقل انت بتصرفها في حاجه ليها معنى، مش رحت عشان خاطر تلم فضيحه اختك. ده غير المعايره وغير البهدله. ندمتني اني فضفضت معاها، ندمت ندم عمري وكانت غلطه عمري ان انا حكيت لها على القصه. انا كنت اهون اقول لها ان انا بخونها احسن ما احكي لها على اللي انا حكيته واحكي لها اللي حصل. طول الوقت بترمي بالكلام، طول الوقت بتخليني اكره نفسي لو اتجمعنا في اي تجمع لازم تنبط بالكلام، لازم تتكلم على البنات والولادات الادب اللي مش متربيين، اللي ما بيحترموش اهاليهم، اللي بيعملوا حاجات غلط. وقلت لاختي، قلت لها هي عرفت كل حاجه وبتبتزني انا وانتي وبتستغلنا. دلوقتي لما بتروح عند اهلي هي اللي بتبتز اختي وبتقول لها بالامر قومي اعملي لي كذا، ولو حد من ولادنا طلب حاجه تامرها وتقول لها قومي اعملي كذا لابني، قومي اعملي كذا لبنتي. واختي طبعا مش قادره تتكلم، خصوصا ان ربنا بعت لاختي عريس كويس جدا وكلنا حابينه، واختي وافقت عليه وحست بجد ان هو الحب الحقيقي، ومرعوبه طول الوقت لمراتي تقل بعقلها وتفضحها قصاده والجوازه تبوظ، وعماله تقول لي ارجوك حاول مع مراتك، مراتك ممكن تبوظ الجوازه، مراتك دايما بتلمح بكلام سخيف قدام خطيبي. ومنين ما اروح اقول لمراتي؟ تقول لي ان كان عاجبكم، والله ما حدش قال لكم تغلطوا، ما حدش قال لاختك معلش عفوا يعني تمشي على حل شعرها. وانا ما بقتش عارف اعمل ايه، تعبت حقيقي، تعبت. واخر المتمه طالبه مني عربيه موديل السنه، قلت لها هجيب لك منين؟ تقول لي اتصرف، روح قول لابوك، روح قول له ان انت عايز مبلغ عشان مزنوق، قول له ان انت ضمنت حد وممكن تتحبس، ساعتها هيديك وابوك مش فقير وتجيب لي اللي انا عايزاه. وانا مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، طبعا مراتك دي يعني بني ادمه صعبه جدا جدا جدا. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتبعوا المسلمون، لا تغتابوا المسلمون ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ده اللي أنا عايز أقوله لمراتك، أنت دلوقتي مستقوية عمالة تتبع عورتهم وعمالة تتجسسي وعمالة تعيريهم وتذليهم، نسيتي ان من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. انت فين من الدين؟ اختك غلطت طبعا، مش هنكر ده، اختك غلطت قوي قوي قوي، لكن اسوأ ما في الخيانه انها لا تاتي من عدو. لما حد يخونك وهو اقرب حد ليك ومفروض ان انت تمنه بتبقى صعبه قوي، بجد صعبه قوي. انا مش قادره اتخيل ازاي دي مراتك، مفروض مراتك يعني سترك يعني غطاك، يعني لو هي شافت بعينيها حاجة تخص أختك هي اللي تسترها، لأن ده فرض على كل بني آدم بيخاف ربنا، فرض على كل بني آدم بيخاف ربنا إنه ما يهتكش ستر حد تاني. ربنا اسمه الستير، كتب علينا الستر وبيدينا فرص كتير جدا عشان ما يهتكش سترنا، فنكون إحنا إيه عشان نهتك ستر بعض. مراتك سيدة صعبة جدا جدا جدا، ولازم يكون ليك معاها واقفه، وطول ما هي حاسه ان انت قلقان وخايف هتفضل تبتزك اكتر، ودي الغلطه اللي انت حتى ارتكبتها مع الشخص اللي كان بيبتز اختك. كان نفسي ما تبينلوش خوفك وقلقك، كان نفسي تروح تشتكي حتى لو الموضوع اتعرف عند باباك ومامتك، اهون كتير جدا ما تلبيله رغبته وتديله فلوس. على فكره يا جماعه، المبتز لو لقى الشخص اللي بيبتزه ضعيف هي دي لعبته الحقيقيه، هي دي فرصته، هو عايز يشوفك ضعيف، هو بيجرب معاك على فكره.
لو لقاك مش همك هيفرق كتير جدا 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 في طريقه تعامله معاك. لكن طول ما انت خايف ومرعوب وقلقان، انت بالنسبه له فريسه حلوه قوي وسهله قوي. هو بيلعب على ضعفك، بيلعب على جبنك وخوفك، بيلعب على خوفك من الناس. لكن في الاخر كان المفروض والاولى تخاف رب الناس قبل ما تخاف الناس. وطالما ما خفتش رب الناس ما تجيش دلوقتي وتخاف الناس. اختك غلطت وكانت لازم تتحمل نتيجه غلطتها، لكن اختك فين عقابها؟ اختك غلطت وما تعاقبتش، انت اللي بتتعاقب بسببها. انت اللي اولا شكلك قدام مراتك، وانت غلطت كتير قوي لما رحت حكيت لمراتك. وعايز افهم هو ليه احنا يعني بنشوف ان في ازواج كتير قوي ممكن يحكوا لزوجاتهم حاجات عن اهلهم والعكس. ده جوزي وكل حاجه، دي مراتي وكل حاجه، لكن هو يا ترى ينفع اي حاجه تتحكي للزوج والزوجه؟ يا ترى ينفع اهتك ستر اهلي؟ على فكره دي امانه، يعني الامانه تقتضي ان انت ما تحكيش حاجه تخص ما تخصكش وتخص اهلك. دي امانه. لو اختك امنتك على سر، او امك امنتك على سر، او ابوك امنك على سر، او ما امنكش وحصل حاجه في بيتهم، مش بالضروري مراتك تعرفها، لان دي امانه. مراتك ممكن تعرف اللي يخصك، لكن ملهاش تعرف اللي يخص اهلك. زي ما انت ممكن تعرف اللي يخصها، لكن ملكش تعرف اللي يخص اهلها. لان كتير جدا بلاقي الغلطه دي بتتكرر في بيوت كتير. تقول لي ما هو جوزي وستري وغطايا، وانا حكيت له عن امي انها كانت معرفش بتعمل ايه وبتاخد من فلوس من ورا ابويا، حاجات كمان غير مشرفه انها تتحكي. فبتتحكي ليه؟ وهنستفيد ايه؟ مراتك ست مش اصيله، واللي تستغل ضعفك عشان تحقق طموحاتها تبقى بني ادمه رخيصه جدا. ومراتك ست رخيصه مش اصيله ومش جدعه، واي شيء كانت هتقدر تضايقك بيه كانت هتعمله. وده اللي حصل مع أول موقف بانت على حقيقتها، ومع أول موقف بان إنها ما عندهاش أي نوع من أنواع الأصل. فيا ابن الناس أرجوك، لو هي بتهددك إنها تفضح أختك عند أهلها أو عند خطيبها، فأنت عندك حل من الاتنين: يا تستنى لحد ما أختك تتزوج، وفي الآخر اللي يحصل يحصل، وأختك لو ليها نصيب في حاجة هتشوفها، لا إما من دلوقتي تقول لها اللي عندك اعمليه. من دلوقتي اللي عندك اعمليه، وحسابك عند ربنا، لانك بايدك تستري بني ادمه غلطت بس عرفت غلطتها وربنا عوضها خير. فلو انت عايزه تفضحيها افضحيها، وعندك ولادك اللي اكيد ربنا هيردلك فيهم عمايلك مع اختي، وسيب لها الامر. لكن هتفضل طول الوقت تخليك هي بتعمل لها شغل البيت وبهدلاك وبتطلب منك فوق طاقتك، فدي بني ادمه لا تؤتمن. وربنا يعافيك يا رب ويعينك على هذا البلاء، ان كان بلاء اختك وربنا يا رب يغفر لها ذنبها، او بلاءك على مراتك اللي ما طلعتش تمتد الاصول باي صله. ربنا يعينك حقيقي. وسؤالنا النهارده لحضراتكم: غلطه غلطتها او غلطتيها ولو رجع بيك الزمن هتصلحها فورا؟ خلوني اخد اول تليفون واقول الو. الو الو الو، اهلا وسهلا. ايوه اتفضلي، اهلا بيكي. بصي، هو انا عجبتني اصلا النهارده حلقه البرنامج دي اول حاجه، وثاني حاجه انا لو كان رجع بيا الزمن لورا لمده سنتين ونص بالظبط، انا كنت استحاله ادي سر البيت لاختي. اديتي سر بيتك لاختك؟ علي صوتك لو سمحتي. لاني اكتشفت في الاخر اني انا اختي لما دخلت لي بيتي من يوم صباحيتي لحد بعد ما ولدت، هي ما كانتش داخله عشان بتحبني، هي كانت داخله بس عشان خاطر تعرف انا جوزي بيصرف كام، وايه اللي احنا بنعمله، وايه اللي بنجيبه، وبنخرج امتى وبننزل امتى. يعني انا عاوز اقول لك والله انا اتطلقت مرتين بسبب اختي. وانا حاليا للدرجه دي؟ للدرجه دي. وفي الاخر لما جيت اشتكي لاهلي واقول لهم ان انا اختي عملت 1 2 3، قال لي لا هي ما عملتش كده، انت اللي غلطانه. وفعلا انا بقول لها. يعني انت كنت بتحكي لها من باب الفضفضه ولا انت بتتباهي بجوزك؟ لا، مش فكره بتباهي بجوزي ولا فكره فضفضه، هي الفكره ان هي لما دخلت بيتي من يوم الصباحيه هي كانت داخله عشان غرض معين، اللي هو عايزه تخرب عليا الدنيا، لاني انا من يوم الصباحيه. من يوم الصباحيه والله العظيم. انت اصغر منها واتجوزتي قبلها؟ يعني ايه مواقفها اللي عملتها عرفتك ان هي عايزه تخرب بيتك؟
ان لما حصل مشكله ما بيني وما بين جوزي وهي كانت حاضراها، اكتشفت ان انا في الاخر بسمعها من الشارع من الجيران، يعني انا بعيده عن منطقه بيت اهلي وبيت اهله، فانت الوحيده اللي كنت هنا واحنا ما بنحكيش مشاكلنا لحد انا وجوزي لحد النهارده. واتطلعنا المرتين دول عشان خاطر انا كنت بقول لها مش انت وصلتي للناس واحد واثنين وثلاثه، كانت تقولي لا، يعني لما مؤاخذه يعني هدومي اللي كنت بلبسها لجوزي الخاصه قوي انا كان جوزي بينزل تحت واصحابه يقولوا له مراتك لابسه كذا وكذا وكذا. يعني هي كانت بتروح تقول الكلام ده لاصحاب جوزك؟ اه للناس في الشارع عندنا، والناس في الشارع عندنا يوصلوا لاصحاب جوزي على القهوه، فطبعا انا جوزي يطلع. هو مره بصراحه مسكني ضربني وخنقني لدرجه ان هو شك فيا وقال لي ان انت في حد بيبقى هنا معاكي؟ قلت له ما فيش حد. وانت مش حاكيه الكلام ده خالص؟ وانا مش حاكيه الكلام ولا لاي حد، ولا لامك ولا لاي حد في الدنيا؟ لا في الفتره ديت ما كنتش بكلم مع ولا امي ولا اخواتي الاكبر مني. كان مشاكل كده برضو بسببها هي. انا حضرتي فرحي الطولي بالفستان الابيض. ما كانش معاكي اهلك؟ ما كانش معايا اهلي. ليه اهلك كانوا رافضين الجوازه؟ لا بالعكس، انا اهلي كانوا بيحبوا جوزي، بس المشكله ان انا برضو اختي ديت هي السبب في فكره ان تعرف واحد من بره مصر وان هو يشوف الستوري ليها، وانا كنت معاها وعجبه وبعت لها فلوس من بره عشان خاطر تطلقني وهو يتجوزني اول ما ينزل مصر. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هي كانت على حسك بتاخد فلوس من حد عشان تطلقك وتجوزك ليه؟ طب هتصدقيني يا استاذه مروه لو قلت لك ان رحمه ابويا وحياه ادمي العيشه اللي بيقدم دوت، انا اختي لما على حسي مليون وربع وجبنا حسابها في البنك بعد ما عملت محضر، بسبب ان في الاخر لقيت شخص بعد ما جبت تليفون بعد جوازي بسنتين عشان ظروفي الصحيه ما كانتش حلوه، كنت بتعالج من مرض مش حلو. اول ما جبته هي اديت رقم الشخص دوت، بقى بيخش يرن عليا بالليل متاخر وقت ما يكون جوزي نايم، فطبعا انا ارد لاني عندي طفل فمحتاجه ان انا اشوف طلباته طول الليل. هو يفتكر ان انا بكلم الشخص ده فعلا. يعني هي من مصلحتها انك تتطلقي عشان تقدر تكسب تاني من وراكي؟ اه. طب قولي لي معلش، انت كنت في الاول بتشاركيها ده لحد ما جيتي اتجوزتي؟ لا ما كنتش بشاركها ده والله. بصي انا هجيب لك خلاصه الموضوع. انا بابايا توفى وانا عندي 7 سنين. انا حاليا عندي 21 سنه. بعد ما بابايا توفى عشنا حياه مش حلوه مع ايماني، فبالتالي احنا طلعنا من البيت وانا اشتغلت وسبت التعليم بتاعي لمده 2 سنين. اول ما اعتمدت على نفسي بقى عندي 9 سنين بالظبط، رجعت تاني المدرسه. بعد كده اكتشفت ان انا عندي مرض الكانسر في الدم. طبعا انا كنت بشتغل وبتعالج، فانا ما كنتش قريبه من اختي دي خالص، بس المشكله اني لما حصلت المشاكل بفكرة ان هو الراجل اللي بره مصر دوت عايز يتجوزني، طبعا بعد ما بعت لها 50,000 وقالت له انا هوريك انا ازاي هخليها. وشافك ازاي اللي بره مصر؟ شافك ازاي؟ شاف ستوري كنت انا متصوره مع اختي. بعد كتب كتابي بيوم والله العظيم. فهي نزلتها، انا طبعا في الوقت ما كانش معايا تليفون، كان تليفوني كان بايظ وكده. هو شافني عجبته، قال لها مين؟ قالت له اختي. طب ايه ده انت ما قلتليش عليها من زمان والكلام ده كله. كل ده طبعا معمول في محضر. فطبعا هي كانت بتبعت له صوري، حتى جرح العمليه بتاعتي عشان والده قيصري هي بعتتها له، قالت له ان انا جوزي مش هيدفع لي فلوس وهو مش هيستلم الطفل من الحضانه. يعني هي كانت بتعمل فيلم ومسلسل على الراجل ده عشان يفضل يبعت لها فلوس. وعشان هي برضو تعرف ازاي ان هي تطلقني. لان انتوا مالكوش اخوات تانيين؟ انتوا بس؟ لا احنا 7 بنات وولدين. وهي هي الوحيده اللي كده؟ واذاها ليكي؟ اذاها طايل لك انت بس ولا طايل بقيه اخواتك؟ هو طال اختي قبل كده مره، اتطلقت مره، بس من ساعتها هي ما بتدخلش حد بيتها وما بتفكرش ان هي ممكن اللي هي مثلا تتعامل مع حد. هي اخرها مثلا ان هي تيجي زياره بيت ابويا ساعه ساعتين وتاخد بعضها وتمشي. يعني انت الغلطه اللي انت مغلطاها لنفسك ان انت كنت بتخليها تدخل بيتك وتشوف اسرارك وتشوف خناقاتك مع جوزك. بالظبط. فطبعا انا بقول لها انا مش مسامحاكي وهي بتسمع البرنامج، وانا عارفه ان هي عارفه ان انا اللي بتكلم مع حضرتك دلوقتي. انت خربتي عليا بيتي، ان شاء الله باذن الله يتخرب حياتك اكتر واكتر، وانا لما قلت حسبي الله ونعم الوكيل تطلع تحرق تنزل تحرق
انا شفتك قدام عيني بتتمرمطي، بس معلش من اللي انت عملتيه فيا ما خلتنيش ان انا احس بحنيه من ناحيتك، او ان انا قلبي يطيب من ناحيتك ان انا دافع عنك. مش انت الشخصه دي، بالعكس يعني انت صاحبتي اللي هي كانت بتقول لي عليها ان هي بني ادمه مش كويسه، وان هي بتخش بيتي هي كمان عشان خاطر تصورني وتوري زملاتنا اللي كانوا شغالين معانا في الشركه وكده. اتضح ان هي كانت اغلب من الغلب، وصاحبتي دي يعني اختك كانت بتقول لك على صاحبتك انها بتصورك عشان توري اصحابها عشان تكرهك فيها. يعني هدفها ان انت كنت تبقي وحيده من غير اي حد. بالظبط. وطبعا انا دخلت في حاله اكتئاب، وهي عملت كذا لقطه كده بعد ما انا مولدت، لدرجه ان انا كانت حالتي الصحيه مش حلوه خالص بعد الولاده، لان طبعا ابني اتاخد مني قعد في الحضانه 3 شهور انا ما شفتهوش. فهي كانت معايا في المستشفى وكانت بتقول ان ابني لو ما اتسماش ناصر هنا هيحصل مشكله. فطبعا جوزي سمع، ف اللي هو انت بتقولي ايه؟ وشمعنى الاسم ده يعني؟ انا كنت بحب جدا اسم بابايا. هو ده اسم باباكي. طب قولي لي، انت بتقولي انها بتسمعنا، انت دلوقتي منعتيها تدخل بيتك طبعا؟ بصراحه من بعد ما الدكتور قعد معايا وقال لي انا عايزك تعملي لي خطه بكل الاشخاص اللي كانوا داخلين حياتك ودمروكي. انا ما كتبتش غير اختي 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 اختي، ما فيش حد من هي الوحيده اللي دمرتك. وعلاقتك ببقيه اخواتك كويسه ولا مقطوعه؟ لا مقطوعه، بسبب ان انا اتكلمت وقلت ان هي السبب، فهم قالوا لا مش هي السبب، انت السبب، انت اللي غلطانه. يعني اخر رساله هتقولها لها ايه وهي بتسمعنا؟ هقولها حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامحاكي من هنا اليوم الدين، ان شاء الله لما نقف فوق قدام ربنا انا عارفه ان انا هاخد حقي. انت معيشاني في عذاب بفكره ان انا فاضل لي تكه واحده بس مع جوزي، دي صعبه. طيب كويس قوي ان انت عارفه ده، وخدي بالك من نفسك وخدي بالك من بيتك. وانت قلتي حاجه مهمه جدا، ان احنا ما ينفعش نفتش اسرارنا حتى الاقرب الناس لينا، لان ممكن يبقى بني ادم ما بيحب لناش الخير. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. حتى الاخوات على فكره، واكبر دليل كان من القران اخوات سيدنا يوسف، لما سيدنا يعقوب قال له ما تقولش رؤياك لاخواتك عشان ممكن يكون بيكيدوا لك كيدا. يعني القران يا جماعه، القران ما دول، ده كان نبي واخواته مفروض ان هم اولاد نبي، وفي نفس الوقت كان في بينهم غيره. فاللي انا سمعته في ضوء اللي انت حكيتيه، دي بني ادمه صعبه جدا جدا، وربنا اكيد اكيد مش هيسيبها وهيرد لها كل اللي عملته فيكي. خلوني اخد اول تليفون، تاني تليفون. الو اهلا وسهلا. عليكم السلام. السلام عليكم. ايوه يا فندم، عليكم السلام. سامع حضرتك؟ صوتي خالص يا فندم، معلش. انا سامعاك كويس يا فندم، اتفضل. انا حضرتك 35 سنه. ايوه. ومتجوز من سنه ونص، يعني داخل في سنتين اهو. وانا اعتبر كانت اول جواز ليا، ومراتي متجوزه، اتجوزت مرتين قبل كده، يعني اتجوزت اتطلقت. معايا؟ ايوه. وحاليا دلوقتي مشكلتي اللي يعني انا اعتبر مراتي هي الراجل وانا الست، يعني ازاي؟ يعني انا بعاني من المشكله دي. ازاي يعني ايه هي الراجل وانت الست؟ مش فاهم. يعني انا لما جيت اخطب، رحت شفت كذا حد، كنت بحب الست شخصيتها قويه، اللي هي تبقى اللي هي يعتبر متحكمه في كل حاجه، يعني اللي هي امورها في كل حاجه. ما كنتش بحب الست اللي هي الضعيفه، اللي هي ما تعرفش تاخد حقها، الكلام ده. تمام. معايا؟ معاك. وبعدين؟ ما شفت كذا حد قدمت لهم وما حصلش نصيب، وحسب نصيب مع الناس دول. بتعمل لك ايه بقى عشان هي الراجل وانت الست؟ بتعمل لك ايه؟ هي اللي بتصرف على البيت ولا انت؟ لا انا شغال شغلانه حلوه، مرتبه الحمد لله كبير جدا. باخد الراتب كل اول شهر بدولها كله كامل. طب بتعمل لك ايه بقى؟ انا اصلا من يوم الفرح، من يوم الدخله، انا من البدايه خالص، هي شفت كده المثل يقول لك البحير القطه، شفت المثل ده؟ المفترض المثل ده يبقى للراجل، مظبوط. بقى للست. ان انا فتره الخطوبه كانت قصيره، لما كملتش شهرين يعني ما عرفتهمش كويس، واخد بالك؟
وانا كنت عاوز حد كده شخصيته كده، انا كنت طب عاوز حد عملت كده لك ايه بس واحده الموضوع واحده؟ اصلا، عملت بس لك يعني ايه من متواجد اول يوم؟ بالطريقه دي عملت ان انا لك ايه؟ احكي لك عليها. عملت لك ايه؟ مثلا تحكمات، مثلا ممكن حاجه البيت انا اعملها، سجاد البيت، مواعين البيت، حاجات اللي هي الست المفروض اللي بتعملها انا اللي بعملها، بتعملها بحكمها. بتساعدها ولا انت اللي بتعملها كلها؟ بقى لا، ما مش عمليات بساعدها، ده امر منها. امر منها. انا بقول لسه يربح ولسه هي لحضرتك اللي هي مسيطره في كل حاجه، هي الراجل وانا الست، يعني حاجات الست انا اللي بعملها جانبا من الشغل بتاعي. انا وبتعملك ايه طبيعه تاني؟ شغلي، يعني طبيعه لو شغلي اختلفتوا مع اتصير، بعض ممكن تعمل فيك ايه لو اتخانقتوا؟ يعني ممكن تلفظ الفاظ شتيمه، ممكن بعد الحن تمد ايد، حاجات زي كده. تمد ايديها عليك. ده على طول يعني الكلام ده. ولو اهلك جم بتستقبلهم ولا ده مش هو شيء؟ بص، في بدايه الجواز كان لما يجي اهلي وكده كان بيديني برستيج، لا انا بقعد مع اهلي او اقعد مع اخواتي او اقعد مع زمايلي، وكانت مثلا تجيب المشروب والكلام ده. في الاواخر بقى الموضوع اللي خلاني بقى خلاص ابتديت اتخنق، ابتديت ان انا عايز افضفض مع حد، ابتديت ان انا بقيت اعمل كده، ان انا اقدم مشروب وهي تبقى قاعده، يعني ممكن انت اللي تسقع لي بتدخل المطبخ تضيف الناس وهي قاعده. في الاواخر. ابتديت بس صوت عالي قدام اصدقائي وقدام اخواتي، فابتديت حد من عندي لاحظ المشوار ده، ابتدى يكلمني كلامه وجعني، اللي هو مثلا خليك راجل، خليك شديد مع مراتك. فجيت في يوم من الايام خدت كلام زي كده وجعني، رحت عملت بقى راجل، بقى انا خلاص بقيت الراجل، رحت بقى دخلت زعقت مش عارف ايه، اتقلبت عليا لعنه بقى الموضوع ده. لما زعقت بقى عملت لك ايه؟ عايزك تروح بقى اغسل بقى ادب ليك بقى، هتغسل بقى السجاد كله وهتعمل ده وهتعمل حاجه البيت بقى ادب ليك. ادب ليك يعني لما ادب اعترضت ادبتك اكتر؟ ايوه يا مريم. حكم بقى ايه بقى لو في شتيمه وضرب وكلام من ده؟ شتيمه وضرب يا بتضربك لو انا ما استاذه، يعني لو ما لو انت سؤال بس، لو انت مثلا رفضت تعمل حاجات المطبخ الاطباق مثلا او تغسل سجاده بتعمل لك ايه؟ قلت لها مش هعمل. ما اقدرش اقول مش هعمل، زعق فيا، تضربني، تشتم، هي اقوى منك جسديا يعني؟ لا الفكره مش اقوى، الفكره ان شخصيتها قويه، شخصيتها حتى مع طب فعلتها هي فين دلوقتي؟ انت بتتكلم منين؟ ايه؟ انت بتتكلم منين؟ انا في منطقه المهندسين. يعني هي جنبك او في البيت مش خايف تسمعك؟ هي عندها لا حاليا دلوقتي، وممكن تيجي حوالي نص ساعه واروح انا واروح اجي. ولما تعوز تروح لاهلها بتروح ما من غير بقى ما بترجع لك؟ بصي، كل حاجه بتعملها من غير ما ترجع لي، حتى اللبس بتاعي اللي انا بلبسه هي اللي بتجيبه لي. طب وانت ايه اللي مصبرك على كده؟ ايه؟ ايه اللي مصبرك على العيشه دي؟ يعني انت بتقول انا راجل وشغال وبقبض كويس، ايه اللي مصبرك على الذل ده؟ مش عارف، ما اعرفش، في حد كان قال لهم ممكن اعمل لك سحر بالطاعه عليهم، في ده اغلبيه الراي ناس قالوا له كده، وانا اصلا الشقه اللي انا عارفها دي تمليك، عامله 600,000 جنيه كتبتها لها. كتبتها لها باسمها؟ تمليك، شقه تمليك مش قاسيه. وكتبتها لها باسمها، ده كان امر منها. انا اصلا يعني انا اهلي يعتبر زعلانين مني بسبب الحاله اللي انا عايش فيها معاها. يعني ممكن تقول له ما تكلمش اهلك، خلاص خلص الكلام، ما تكلمش اهلك، ما تكلمش زميلك الفلان، ممكن نعمل لها تقرير انت عملت ايه في الشغل النهارده، كلمت مين، او كلمت واحده زميلتي حاجه اقول لها. طب انت اهلك كانوا بيعاملوك ازاي؟ اهلك كانوا بيعنفوك قبل ما تتجوز خالص؟ كان في حد بيخوفك؟ لا انا ممكن كنت زمان كنت بحب امي، الام توفت من زمان، بس انا كنت بحبها لدرجه ان انا كنت بعمل لها كل حاجه البيت. بس بعمله انت معاها كنت ده بتعمل بقول لامك لامي. بحب مش بالخوف. ايه؟ كنت بتعمل لامك بحب مش خوف. لا امي كانت بتزعق فيا برضك، انا فاكر وانا صغير. كان تقول لي اعمل ده، كان يعني امي برضك كانت شديده. وكان صوتها عالي برضك، بس يعني انت بس يعني بس ممكن اوقات برضك مش بعمل مراتك اكتر. الصوت بيقطع من ساعتها. مراتك اكتر بتزعق لك اكتر من امك. انا مرات المتجوزه دي اصلا في بدايه الجواز هي من اول يوم هي ماشيه معايا كده، اقلمتني على كده، اللي هي كلامها هو اللي هيمشي وكان هو المسموع في كل حاجه، حتى العلاقه الحميمه كان بامرها هي او بمزاجها هي، ما كانش بمزاجها ابدا. يعني لو هي مع لو هي ليها الرغبه، لكن لو انت لا.
لا مزاجها هي، انت عارفه لو انا قاعد بس متفرج على مسلسل او اي حاجه مثلا في التلفاز ومنسجم معاها او متابع البرنامج المعين او الفيلم معين، ممكن تخش تحول عافيه كده ويتفرج مثلا على رضوى الشربيني، يتفرج مثلا على مسلسل تركي. فاهماني؟ يعني انا اصلا ما خلفتش كمان منها. طب وانت طالما ما خلفتش منها مستني ايه؟ ما بتطلقهاش ليه؟ عشان الشقه اللي كاتبها باسمها؟ انا لسه قايل لحضرتك انا مش عارف، مش قادر ابعد عنها، مش عارف اعمل ايه. يعني ايه مش قادر تبعد عنها؟ يعني ايه مش قادر؟ مش عارف. انت محتاج، انت محتاج دكتور نفسي يا فندم. انا بشكرك، انت محتاج دكتور نفسي. انت عندك مشكله ولازم تعالجها. المشكله دي بقى اتكونت من الصغر، ممكن تكون امك الله يرحمها ليها يد فيها، لكن انت محتاج دكتور نفسي. في ناس بتتلذذ بعذابها، في ناس بيحبوا اللي يعذبهم ويهينهم. فانا عفوا ما تزعلش مني، انا على فكره جات لي مكالمه قبل كده لواحده ست بتقولي انا بحب جوزي يضربني. انا دي برضو بالنسبه لي كانت حاله غريبه. انت محتاجه دكتور نفسي. انت كمان محتاج، انت مش رافض الاهانه، مش رافض الذل. يعني ايه انا كراجل بتامرني اقوم اغسل المواعين واقوم اعمل ولو ما عملتش تضربني؟ والله العظيم مكالمه لا يستوعبها عقل. ازاي انت قابل على نفسك كده؟ ده انت حتى لو هتخسر الشقه اللي انت كتبتها لها باسمها، اخسرها ولم الباقي من كرامتك لو في باقي. يعني ما تقعدش معاها تحت مسمى اصلا انا هيضحك عليا والشقه هتروح. تروح الشقه، ودي غلطتك لانك انت اللي كتبتها لها باسمها، لكن اشتري الباقي من كرامتك. ايه اللي انت فيه ده؟ والحمد لله انت ما خلفتش، والحمد لله فعلا انك ما خلفتش. عايز لما تخلف تلاقي ولادك يشوفوك وانت بتتهزق، وامهم يعني مش عارفه اقول ايه، بتبهدلك وبتقل من كرامتك وبتامرك تقوم تخدم على الضيوف. انا ممكن افهم ان راجل وست بيساعدوا بعض وبيتعاونوا مع بعض، وده قمه الاخلاق والرقي، ده افهمه. يا حبيبتي خليكي انت تعبتي، يا حبيبتي هعمل انا حاجه وانت اعملي حاجه، كفايه عليكي الولاد، كفايه عليكي شغلك، دي افهمها. لكن افهم ان راجل بالامر بيطلب منه يقوم يروق ويمسح ويطبخ ويغسل السجاد ولو رفض يتضرب؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لو سمحت في اقرب وقت تروح لدكتور نفسي وتخلص منها، تروح لدكتور نفسي عشان يشتغل عندك على فكره انك ما تحبش ان حد يهينك، يشتغل عندك على فكره انك تحب نفسك، تشتغل عندك على فكره الكرامه، وان البني ادم ربنا كرمه وربنا هيحاسبك. اللي انت فيه ده مش حاجه مش هتحاسب عليها، هتحاسب عليها. هتتحاسب ليه؟ عشان ربنا كرمك وانت بتذل نفسك. ربنا كرمنا، ما نتذلش الا لوجهه الكريم، وذلنا لربنا هي العزه والفخر. فلما اكون انا بتذلل واحده عبده زيها وبتبهدلني وبتمرمطني وبتشتمني ايه ده؟ لازم تروح لطبيب نفسي، ولازم تخلص من العلاقه المريضه السامه دي في اقرب وقت. معايا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. ازيكي يا استاذه مرام؟ اهلا بيكي. بصي هحكي لك حكايتي ويا رب تفيديني. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. انا كنت بحب واحد وجيت اقدم لبابايا، قال له ان هو في فتره جيش لسه وفاضل كام شهر وهيجيب اهله ويجي في الفتره دي. بابا قال له حاضر وهنستناك. بعد ما مشي بابا قلب عليا، وازاي تكلمي شخص وازاي تحبي شخص والكلام ده كله، واتحبست في اوضه. في الفتره دي اختي كانت عارفه واحد، عارفة اللي هو بيجيب لها كل حاجة، بيقضي لها مصالحها، لما بتتعب بيكشف عليها. هي متجوزة وجوزها كان مسافر. يعني هي متجوزة وعارفة واحد غير جوزها؟ هي كده. بتعرف مش عشان حاجات غلط، هي بتعرفهم ان هم يقضوا لها مصالحها، يدوها فلوس، يجيبوا لها حاجات، طلبات كده. وما بيطلبوش مقابل لده؟ الله اعلم، هو اكيد في مقابل. عرفت شخص اللي هو جوزي دلوقتي، كان بيقضي لها طلباتها كلها وبيعمل لها كل حاجه. هو ده اللي جه تقدم لك ولا ده واحد تاني؟ هو ده جابت. لا ده واحد تاني. ده مش اللي انا كنت بحبه. فجابتهولي عريس. في الوقت ده انا كنت بحب واحد، وهي كانت امي الثانيه وعارفه بيه وكانت بتكلمه وتعالى والكلام ده كله.
لما عرفت الشخص التاني اللي هو جوزي ده وبقى يقضي لها مصالحها وكده ومش لاقي عروسة أصلا وهو كبير في السن. فرشحتك انت ليه؟ اه 38 سنة وكده. المهم جابتهولي عريس. انا رفضت طبعا لاني بحب واحد تاني وبابايا عارف والكلام ده كله، والواحد التاني ده جيت اتقدم وانا مش هقدر ادخل في علاقة تاني وانا في دماغي شخص. وهتستنيه لحد ما يخلص الجيش؟ ايوة. المهم اقنعت بابا بيه، هي كلمتها بتمشي على الكل. هي كبيرة وكلمتها بتمشي على الكل. اقنعت بابايا بيه وبابايا اقتنع، وبعد ما كان ممكن اهدي الدنيا واجيب عمي مثلا يكلم بابايا ان موضوعي يمشي مع البني ادم اللي انا حبيته وكده، لا هي اقنعت بابا ان البني ادم اللي انا حبيته ده مش كويس. واتجوزتيه؟ وجوزتني لي غصب عني. بعد ما اتجوزت. وفرق بينكم في العمر قد ايه؟ 16 سنة. يعني هو قد عمرك مرة كمان. بقيت بقى كانت فاكرة ان هي لما تجوزني ليه الدنيا هتفضل جميلة وتطلب منه حاجات ويجيبها لها، واللي هو يبقى ايه دلدول ليها. لما اتجوزت كل حاجة اتغيرت. ما خلاص بقى وصل للهدف، هو مش عايز يساعدها. وبعدين بقى في حاجات كتير بقيت اشوفها، اللي هو شتيمة فيا، اهانة باوسخ الشتايم اللي انا مش قابلها اساسا. مين اللي بيشتمك؟ جوزي. بيشتمني ليه؟ عشان اختك كذا، بيقول لي اختك كذا. يعني بيعايرك باختك. ايوه. في الاخر بقيت اقف طبعا وانهار واعيط، وازاي وبتعمل كده ازاي وبتقول لي كده ليه؟ طب انت اتجوزتني ليه اصلا؟ لحد ما وصل بيه اللي هو يقول لي انا اتجوزتك عشان كنت بعمل فيها كده حاجه وحشه يعني. حصل مشاكل وغضبت عند بيت اهلي بعد ما قال لي كده، ورحت لبابايا قلت له ده في 1 2 3، وكان وجوزي قال لي 1 2 3 على اختي وانا مش هقبل ده. وكانت بتيجي عندي بعد جوازي ان هي تقعد ويقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض ويقولوا الفاظ مش كويسه، واللي هو كان يقول لي قومي مثلا اعملي اكل او قومي هاتي عصير او قومي اي حاجه عشان اسيبهم مع بعضيهم. وهي جوزها ما بيرجعش؟ يعني جوزها ده سايبها كده تعمل ما بدلها؟ جوزها كان بيسافر بالسنه والاثنين وبعدين يرجع لحد ما هي انفصلت منه خالص دلوقتي. طيب وصلتي لفين يا فندم؟ اتفضلي. وصلت ان انا رحت البيت اهلي وحكيت لبابايا، ما صدقنيش طبعا، قال لي انت اللي وحشه واختك كويسه خالص. وطبعا هي اللي جايبه لك العريس فما فيش شبهه تجاهها. ايوه. ما مش عارفه اروح فين، اروح لمين، ما فيش غير بابايا هو سندي ان انا احكي لك، هتجيب لي حقي، هتقف لي، الكلام ده كله. جوزك هو اللي وحش وهو اللي فيه وانت اللي وحشه انت كمان عشان صدقتيه. خلاص رجعت تاني معاه، انا معايا بنوته 3 سنين. بعدين الشخص اللي انا كنت بحبه ده كلمني وقال لي ان هو بيحبني ولسه شاريني وعاوزني. انا قلت له طبعا مش هينفع اكلمك، انا ست متجوزه. فضل يقول لي بانهيار ان هو محتاجني وعايزني في حياته، هو اتجوز وخلف هو كمان. بس بيقول لي ان هو مش قادر ينساني. انا كمان من جوايا انا مش قادره اتقبل جوزي وعايشه معاه بالغصب، ان انا ماليش سند او حد. يعني انا لو رحت عند بيت يعني انت كمان مش قادره تنسي؟ انا مش قادره انساه انا كمان. بس مش وطلب مني ان انا اتجوزه، بس انا مش قادره اخد الخطوه دي ان انا هسيب بنتي فين. يعني طلب منك تطلقي عشان يتجوزك وتبقي زوجه تانية؟ ايوه. انا بقى مش قادره اسيب بنتي واتطلق واروح اتجوزه. هو جوزي اتغير خالص 180 درجه، يعني بعد ما غضبت مره واتنين وحصل مشاكل اتغير خالص، ما عادش بيشتم، بقى محترمني جدا، كل طلباتي مجابه. يعني جوزك دلوقتي ابو بنتك اتعدل، نقدر نقول انه خالص عايز الدنيا تكمل ويبقى في استقرار. هو بيخاف يخسرني لاني عارف ان هو مش هيعوضني او يجيب مكاني. طب وانت والبني ادم الاولاني او حبيبك الاولاني الكلام وصل بينكم لفين؟ هو قال لي فكرني وانا مستنيكي، بس انا مش هقدر ابعد عنك. ومستنيني ارد عليه، بس انا مش قادره اخد قرار ان انا اسيب بنتي واتطلق واروح ابقى زوجه ثانيه، وممكن اخرب بيت الشخص التاني ده، وانا شخصيه مش كده خالص، انا ما بحبش اظلم حد. لا، وعايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، لو ربنا كان رايده نصيبك ما كانش حصل كل ده. ما تجوش تصلحوا حاجات ربنا مش رايدها من البدايه. انا قلت له، انا قلت له ربنا ما قرضش في الاول. بالظبط. وربنا لو رايدنا مع بعض هيحصل اي حاجه، اي معجزه من عند ربنا، وهنكون والمعجزه دي انا متهيألي مش هتكون في صالحك، مش هتكون في صالحك لاسباب كتير. انت مش زي الاول ولا هو زي الاول،
انت ما بقيتيش بطولك ولا هو بقى بطوله، هو بقى ليه حياه وبقى ليه بيت، وبقى ليه بيت اولويته هو عنده اكتر منك على فكره. سيبك من الكلام اللطيف بتاع انا بحبك ومش قادر ابعد عنك ومش قادر انساكي رغم اني اتجوزت، لكن وقت الجد هيختار ام الولاد. ولادنا بيغيروا كل تفكيرنا واتجاهاتنا. هو لدرجه ان هو قال لي انا هطلقها عشان ابقى ليكي لوحدك، وانت انا مش متقبلها. وانت هتدي الامان لواحد هيطلق واحده ما عملتش اي ذنب غير انها اتجوزته؟ هو ده ذنبها الوحيد؟ انا رفضت الفكره تماما وقلت يعني له انا مش هخرب بيتها. يعني انت كنت ينفع ان جوزك انت لو ما بتعملوش اي شيء يسيبك ويطلقك من غير اي سبب؟ لا ما ينفعش، وهي بتحبه جدا كمان، اللي انا عرفته ان هي بتحبه. طيب جدا. طيب يبقى ليه تدخلي بينهم وليه تفسدي علاقتهم وليه تبوظي حياه حد؟ ارضي بنصيبك واللي ربنا كاتبهولك هو اللي هيكون. والله زوجك اتعدل زي ما انت شايفه دلوقتي انه اتعدل، يبقى هو بقى شخص تاني خالص. طيب وانا اختي ما بكلمهاش وما بقتش تخش بيتها، وهو ده اللي لسه هقول لك عليه. اختك لازم تجتنبيها تماما وتبعدي عنها تماما، لان هي اللي كانت الشر اللي في حياتك. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اسمعيني، وانا من وجهه نظري ان انت لازم لازم ترضي بما قسم الله لك. الشيطان الشيطان دلوقتي داخلك من مدخل المشاعر القديمه والحبيب القديم. صدقيني دي قصه وانتهت قصه. حتى مشاعرك اللي انت حاساها دلوقتي مش هي اللي كنت حاساها زمان. انت كبرتي ونضقتي، وحبك لبنتك متهيألي اكبر بكتير من حبك لاي شخص. وبنتك اولى الناس تعيش مستقره بين اب وام. كون ان جوزك كانت اخلاقه مش كويسه او كان بيزعق او كان بيغلط، ففي ناس كتير كده. المهم انه اتغير او بيشتغل على نفسه عشان يبقى احسن، وبيكون ليكي احسن، وربنا اختاره لك نصيبك. فهي دلوقتي عايزه تتطلقي عشان تروحي لراجل متجوز وعنده ولاد وعنده اسره، ويوم ما بيتجوزك شهر اتنين هتبقي بالنسبه له انت حمل عليه، مش اللي بيموت عليها وبيعيط عليها وبيقول انا مش قادر اعيش من غيرك. بالعكس، هتبقي انت اللي حمل، وام عياله وعياله هيبقوا اولى. فانت دلوقتي معززه مكرمه زوجه لراجل واحد وهو ليكي لوحدك، ليه تروحي تشتركي في راجل تاني وحد يبقى بيقسمك في راجل تاني؟ انا من وجهه نظري ارضي بما قسم الله لك. ابعدي عن اختك طالما هي اللي كانت سبب في كل اللي حصل ده. ويمكن ما تعرفيش كانت بتقول له ايه، ما تعرفيش نفسيتها كانت ايه، ما تعرفيش هي غيرانه ولا لا، فيمكن ده اللي كان معقر صفو حياتكم. ولما بعدتوها وبقت بعيد ابتدت الدنيا تبقى احسن. فكري في بنتك وفي مصلحتها. ونصيحتي الاخيره ليكي، اعملي بلوك للشخص القديم وما تخليش فيه اي باب موارب، لان الباب الموارب ده باب الشيطان اللي بعد شويه هيبتدي تفتحيه سنه سنه لحد ما يتفتح على الاخر، وساعتها انت الوحيده اللي هتخسري. فاقفلي الباب ده من البدايه، اقفليه من دلوقتي، وما تحاوليش باي صوره تكلميه، وقولي له ده اسمتي ونصيبي وانا راضيه بيها. والله اتطلقتي لاي سبب من الاسباب ده بتاع ربنا، لكن تتطلقي عشان واحد بيعشمك بالجواز، ساعتها ربنا مش هيبارك في الجوازه دي. تمام؟ اللي بتتطلق عشان في واحد تاني وعدها بالجواز عمر ما ربنا هيبارك لها، ولا عمر هيبارك لواحد بيحرض واحده انها تتطلق من جوزها. مش هتتهنوا اتطلقتوا لاي سبب ده بتاع ربنا، لكن تتطلقي عشان في فلان اللي عمال يقول لك يلا اتطلقي وانا هتجوزك، ده حرام وما فيهوش خير ولا بركه. فهمتوني انا بقول ايه؟ مش هتتهنوا. مفيش راجل هيتهنى وهو بيحرض ست انها تتطلق من جوزها وتسيب عيالها عشانه، ولا في ست هتتهنى وهي بتطلب من جوزها الطلاق عشان تروح لراجل بيقول لها يلا اتطلقي وانا هتجوزك، ولا في راجل هيدي امان لواحده بعد جوزها وعيالها. والعكس صحيح. تقول لف نفسكم واعرفوا ان العلاقات اساسها الامان، والبني ادم لما يفقد الامان مع اي حد مش هيأمنك خلاص. يعني الراجل اللي بيحبك وبيقول الكلام حلو ولطيف ده، يوم ما هيفقد الأمان تجاهك وهيلاقيكي بعتي أهلك وناسك أو بعتي زوجك أو بعتي ولادك عشانه، ما تطلبيش منه يأمنك. طب هيأمنك إزاي؟ والست اللي تلاقيك بعت مراتك أم ولادك عشانها وهي فرحانة وطايرة وبتقول الله ده اشتراني وباع الدنيا كلها، دي فترة. لكن لما تقعد مع نفسها هتقول آه ما عادي. يوم ما هتعملها موقف صغير قد كده هتقول اشمعنى يعني، ما طبيعي، ما هو باع مراته وعياله عشاني. فاللي بيقدر يبيع بيبيع اي حد.
واللي بيقدر يصون بيصون اي حد. فخدوا بالكم وما تتغروش بالكلام الحلو المعسول، وارضوا بقسمة ربنا ليكم. ولو انت كنت بتحب واحد وما بقاش نصيبك وهو راح الطريق وانت روحتي طريق، يبقى ده الخير يعني بلا شك هو ده الخير. لما ربنا كان كنت انت رسمة تمشي في الشمال وربنا مشاك في اليمين، يبقى ده الخير. يبقى الشمال ده كان موتك لا لا محالة. لو كنت مشيتي في الطريق ده، لو انت دلوقتي زعلانة من جوزك انه عنده شوية عيوب، فالاولاني اللي كنت بتحبيه كان هتبقى عيوبه اكبر، وكنت هتبقي عايشة تعيسة اكتر. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فاختاروا اللي ربنا بيختاره. ودايما ادعوا اللهم دبر لنا امورنا فاننا لا نحسن التدبير. احنا ما حدش فينا يقدر يدبر ولا يقدر يعرف اي حاجه. فارموا توكلكم على الله وخدوا بالاسباب وسعوا، وبلاش نخون وبلاش نغدر وبلاش نبقى ناس مش محترمه وبلاش نبقى ناس ما عندناش اخلاص ونبقى عايزين السعاده. السعاده بتيجي للي بيرضى، واللي بيصون نعم ربنا، واللي بيقولوا الحمد لله يا رب، واللي بيتقي الله وبيخاف منه كأنه بيراه. وربنا يسعدكم جميعا يا رب. خلوني أطلع فاصل وأرجع تاني. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية. وجه دلوقتي فقره الجمال والعنايه بالشعر والبشره. اولا كلنا متفقين ان مفيش اهم من الشعر. الشعر ده هو تاج البنت او تاج الست، هو اللي بيخليها احلى وبيخليها مميزه، وحتى لو محجبه بيخليها مميزه في بيتها في وسط ولادها وجوزها، بيبقى حاجه الست بتعتز بيها جدا. دايما نسمع انا شعري زعل لما انا زعلت فوقع، شعري بيقع كتير جدا عشان انا نفسيتي مش حلوه، شعري وقع كتير جدا بعد الولاده لما دخلت في اكتئاب ما بعد الحمل. يعني الشعر بيفهم وبيبقى حاسس باللي انت فيه وبتمر بيه، وبناء عليه بتكون حالتك عامله ازاي. عشان كده النهارده بما اننا بنتكلم عن الغلطات وايه الغلطه اللي لو رجع بيا الزمن ما عملهاش، هنتكلم برضو عن الغلطات اللي بنرتكبها في حق شعرنا واحنا مش واخدين بالنا. وخلوني ارحب معاكم بخبيره العنايه بالبشره والشعر دكتوره ايه اسبتان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذه مروه، منوره الدنيا. ايه الاخبار يا دكتور؟ النهارده سؤالي الاول ليكي، النهارده الحلقه كلها كنا بنراجع غلطاتنا وبنقول لو رجع الزمن ايه اللي نحذفه او ناخد بالنا ما نعملوش تاني. قولي لي ايه الغلطات اللي بنرتكبها في حق شعرنا ومفروض ما نرتكبهاش تاني؟ بصي، الغلطات اول حاجه ان احنا بنحب كل حاجه حوالينا الا احنا بنحب نفسنا. فاحنا عشان اول حاجه نعالج كل المشاكل احنا نحب نفسنا. الله. نحبها ونتقبلها. مشكلتنا بقى ان احنا بنتعامل مع كل الناس بلطف الا ان احنا نتعامل مع جسمنا بلطف. تلاقي الناس طول الوقت ما بترطبش جلدها فبتتعاملش معاها بلطف، ما بترطبش بشرتها فمتتعاملش معاها بلطف، ما بترطبش شعرها ما بتهتمش بيه، ما بتسرحوش بالراحه، ما مش بتديله غذاء، مش بتحافظ عليه، فمتتعاملش معاه كويس. فالسر كله في الاهتمام. فالغلطات بقى عندنا من اول الام وبنتها، من اول التسريح، بتسرح لها مثلا بتشد شعرها جامد فشعرها يتقطع، ادي غلطه. الناس اللي بتنزل ولادها حمامات السباحه بدون ان تحط لها سيرم او حمام كريم يعني يحمي الشعر من الكلور او الميه او الشمس او كده، فدي غلطه. الناس اللي مثلا ما بتغسل اللي بتغسل شعرها كتير جدا بحاجات فيها كيميكال، الشامبوهات فيها كيميكال وفيها سلفات وفيها صوديوم، فبتدي تنشف الشعرايه. الناس اللي بتستخدم حراره كتير جدا فكده بتاذي شعرها. الناس اللي بتعمل صبغات كتير وبتغير في الالوان وبتفتح، وكنا اتكلمنا على القصه دي، فده بتاذي شعرها. ده بالنسبه للحاجات الخارجيه. تعالي بقى اصلا من اول وانت بتاخدي دش، ان انت اول حاجه بتغسلي مثلا شعرك ممكن تبقي بتغسليه غلط، تحطي شامبو على الاطراف فيبتدي ينشف الشعر. لا، الشامبو على الجذور بس عشان خاطر يشيل الدهون الزياده او يشيل الاتربه او الكلام ده كله او يشيل القشره. طب بعد كده في ناس تحط حمامات زيوت تقيله جدا وتسيبها فترات طويله، فدوت يعمل ليه تساقط شديد ويعمل ليه تقصف. لا، حمامات الزيوت بتحطها من نص ساعه لساعه، ومفروض ان نيتها انها تحافظ على شعرها وحمامات الزيوت. هو بصي، هي كل حاجه بتحافظ بس احنا اللي بنستخدم غلط. يعني النهارده لو اتكلمنا مثلا عن فايده زيت كذا وزيت كذا وزيت كذا، كل الحاجات ليها فوائد، احنا مشكلتنا احنا اللي بنستخدم غلط. تمام. فنيجي مثلا قلنا مثلا حمامات الكريم او البلسم او كده مدتها عامله ازاي. اول بقى غلطه، ودي ابشع، انا شايفه ان دي ابشع غلطه، ان احنا مجرد ما بنطلع من اللوش نمسك الفوطه نبتدي نفرتك بقى شعرنا. ناصر، عارفه بقى التعسير اللي بيحصل ده؟ لا، ده غلط جدا. اول حاجه بحط الفوطه وابتدي
اطبطب على الشعر كده تمام، يا اما في فوط دلوقتي طالعه جديده اسمها الميكرو فايبر، دي بتحطي شعرك فيها وبتسيبيه، دي يعني ما بتاذيش الشعر او ما بتكسروش. في ناس تطلع من الحمام جري على المرايه سرح 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 ولسه الشعر مبلول، تلاقي شعرها بيتقطب ده. في ناس عندها ان لما سرح وشعري مبلول احسن ما سرحه وهو ناشف، ما عشان التشابك. الناس بيبقى عندها تشابك وخايفه. طب انا لو استخدمت البلسم بتاع سيلا واستخدمت شامبو سيلا فانا خدت ترطيب ففكيت التشابك اصلا. طب انا خلاص خايفه ان لما مثلا طلعت وشعري ناشف او حصل عندي تشابك، ببتدي اوزع كريم التسريح او ابتدي اوزع السيرم بتاعي من اول هنا لحد الاطراف بتاعتي، وابتدي امشط، بحط ايدي كده وابتدي امشط بالراحه الشعر وبعد كده اسرحه من فوق. بلاش العنف، العنف العنف مع الشعر. خلي بالك زي ما انت قلتي شعري بيحس. دي حاجه. اول حاجه زي ما احنا قلنا نسرح ازاي. التسريح ما بسرحش هو مبلول، بسرحه مثلا بعد 5 دقائق او 10 دقائق، يبقى مثلا زي ما بيقولوا مندي، اللي هو مش ناشف قوي ومش طري ومش مبلول. تمام. لما اجي انام اول حاجه بلاش بقى التوكه اللي بتلم الشعر وتتفرتك، اسيبه حر وانا نايمه. سيبيه حر، ده جميل قوي. خايفه ان هو يتبهدل مني، ببتدي اعمله زي ما بيقولوا بونيتي كده او كعكه خفيفه خالص. يعني تبقى الشعر متنفس، الشعر مهوي. ما اكتموش. وبلاش طرق الشد. دكتور طرق الشد من هنا دي صعبه قوي. بيناموا وحاطين اشارب على راسهم، بيناموا نوم او تعمل حمام زيت وتروح رابطاه او حاطه كيس بلاستيك. لا ده غلط وتنام. تمام. ده غلط. غلط. اول يعني حتى لو انا عامله حمام زيت وعايزه ومظبطه وعاملاه ما اعرفش طاقيه، ممكن البس البونيه، هلبس البونيه البلاستيك بتاعي ماشي. بلاش الزيوت، بلاش مثلا الاكياس اللي هي النايلون او الكيس اللي هي هتخلي مثلا ما فيش مساحه في الشعر. فدي هتسخن الشعر، فممكن مع تقل الزيت وان انا شعري يسخن فتره طويله ممكن يحصل مشكله. الا بقى لو احنا نقعد مثلا 10 دقائق نص ساعه حاجه بسيطه عادي ممكن، لكن ما نمشي بالزيت، ما تنامش بيه. احنا قلنا هيوقع الشعر. في حاجه مهمه جدا، ساعه النوم في ترند كده الناس فاكراه ان هو رفاهيه، اللي هو البوني الستان ساعه النوم او المخدات الستان او الملايات الستان. بصي هو قصه الستان ايه، هي الناس كلها بتصحى من النوم اصلا خايفه من ايه؟ الاريا اللي هيقف مننا، من الهيشان. الهيشان. تمام. طب انا النهارده لو انا استخدمت بوني ستان او استخدمت مخده ستان، اول حاجه مش هيحصل لي تشابك. ليه بقى؟ لان الشعر هيفضل محافظ على رطوبته وترطيبه. ليه نادي دايما نقول لك احنا بنحب الهدوم القطن، الملايات القطن، الطرح القطن؟ عشان هي بتمتص العرق وان هي لطيفه على الجلد ورطب على الجلد. طب ما هي برضو هتمتص الزيوت الطبيعيه اللي في الشعر وهتمتص السيرم اللي انت حطاه. يعني اصبح ان الحاجات القطن للشعر مش حلوه لانها بتمتص الحاجات اللي احنا عايزينها تفضل موجوده. برافو عليك. فهنا هوصل للجفاف. الجفاف يعمل لي تقصف، التقصف يعمل لي قشره، يعمل لي هيشان ويعمل لي تساقط ويعمل لي قصص كتير قوي. فالنهارده احنا شفتي قلت لك في الابديت كلامنا ان الزيوت كلها ليها فوائد، عشان كده النهارده معانا مجموعه سلع، مجموعه طبيعيه معموله بعنايه، مستخلص يعني طبي مرخص من وزاره الصحه، امن على كل انواع الشعر، امن على كل الاعمار، من بدايه من سن الخمس سنين تقدر تستخدمه. تمام. والنتائج بتبتدي معايا من دي 1، يعني الترطيب من اول يوم بشوف الترطيب، التساقط من اول 21 يوم التساقط عندي بيقل، الاطاله من اول شهر بشوف ان شعري طول 5 سم. مظبوط. البوني الستان بقى نرجع لكلام الستان. انا شايفه ان الستان ده خطير. طب انا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب بوني ستان، ما عنديش امكانيه ان انا اشتري طرحه يعني ملايه ستان او كيس مخده ستان، خلاص عندك طرحه ستان في البيت، لفيها على كيس الملايه ونامي عليها، كل يوم اغسليها او يوم ويوم تغسليها. يعني الف بطرحه ستان ابسط الامور، الف المخده. عايز اقول لك على حاجه كمان، الستان مهم كمان للبشره. لان انا طب انا عندي زيوت طبيعيه في البشره، طب انا لما بنام بقى بالليل على المخده القطن هتمتص، ان بشرتي الصبح جافه فيها مشاكل، تبقى عرضه للتجاعيد، عرضه للحبوب، الكلام ده كله. فهو بصي هو روتين، نقط صغيره. يعني ده ناخد من كلامك ان الترطيب ده اهم شيء، اهم حاجه للبشره وللشعر وللشعر وللجسم. طب انا عندي الجسم ممكن يطلع لي سلولايت، اللي هو بعبع الستات كلها السلولايت، لان هو قل الترطيب. فانا لو رطبت الجلد مش هيحصل لي لوتسلولايت، رطبت بشرتي مش هيحصل لي كلف او تصبغات او اسمرار ولا تجاعيد. خلي بالك التجاعيد بتطلع من سنه قليل بسبب الجفاف بالبشره. طب التقصف بتاع الشعر، البهتان، التساقط، ده بسبب الجفاف. حلو قوي. طيب قولي لنا بقى، كلمينا عن مجموعه سلا اللي انا بقول فيها شعر يعني حقيقي، وانا بجد بجد بزكي المجموعه دي لان انا جربتها وما بقاليش كتير، بقالي مثلا 3 اسابيع
نتائجها انا ملاحظاها على نفسي جدا وعلى بنتي الحمد لله. مأساة التسريح ما بقتش موجوده، وده شيء انا يعني امر لو تعلمونه عظيم. انا كنت بتعب جدا في الحكايه دي. كلميني عن المجموعه وكلميني على العروض اللي احنا هنستفيد بيها النهارده. خلصنا كل الحاجات. انا مخلصه، انا عارفه ان في ضرب نار على الحاجه. خلصنا كل الحاجات. بصي بقى، اول حاجه بدايه من مشاكل الشعر، عندي بهتان، عندي قشره، عندي تساقط، عندي تقصف، عندي صلع وراثي، عندي بهتان زي ما قلنا او جفاف او تشابك او تجاعيد حتى، دي مشاكل الشعر. احنا مسكنا حاجه حاجه وشفنا يعني عملنا معادله كده عشان نحل كل المشاكل، خمس ست مشاكل دول، لان ان ثلاث حاجات عندي: ترطيب وكمان غذاء وكمان حمايه. لو انا عملت الثلاث مكونات دول او عملت المثلث ده، ترطيب غذاء حمايه، هتوصلي لشعر صحي. طب اوصل لشعر صحي ازاي؟ بمكونات طبيعيه. لازم اركز على مكونات طبيعيه. اي شامبو فيه سلفات؟ لا. اي شامبو فيه صوديوم؟ لا. اي شامبو فيه حاجات كيماويه؟ لا. اي شامبو فيه مواد حافظه؟ وللاسف ثلاث ارباع المنتجات اللي في السوق فيها سلفات وفيها صوديوم وفيها كل الكلام ده، مهما كان اسم الشركه كبير. للاسف نادرا لما نلاقي شامبو طبيعي، ولما بنلاقيه بنلاقيه بارقام فلكيه. لا بصي، احنا النهارده معانا منتج مرخص من وزاره الصحه، امن، اتعمل عليه اختبارات كتير جدا، اتجرب على اكتر من فئه عمريه، على اكتر من نوع شعر او اكتر من نوع فروه راس. فابتدينا نشوف ان المكونات اللي احنا حاطينها فيه، في الشامبو والبلسم وكمان السيرم وحمام الكريم وكمان كريم التسريح اللي هو الخصير، انا عارفه انك بتحبيه عشان التسريح والاطفال. تمام. ده المجموعه اللي هي الخارجيه او اللي بتعالج الشعر الخارجي. عندي بقى الماجيك او يعني اهم حاجه عندنا في المجموعه، المكمل الغذائي اللي هو بيكمل لي الغذاء بتاع الشعر اللي ناقص مني بقى. نقص بقى عناصر غذائيه، ما تاكلش كويس، الكلام ده كله. فمكونات سلع عندي النهارده فيها زيت الارجان، فيها زيت اللوز، فيها كمان زيت الورد، فيها كمان زيت جوز الهند، فيها بيوتين، فيها زيت نعناع للقشره، فيها زيت نعناع للقشره، فيها كافيين، فيها زيت شجره الشاي اللي هو بيعمل بالانس طبيعي لانتاج الزيوت اللي بتيجي تسبب لي القشره الكتير دي. ففي كل مكونات الترطيب. طب انا عايزه اطاله وعايزه كمان شعرايه قويه زي ما بيقولوا شعرات الخيل اللي بتبقى سميكه دي، عندي في بيوتين، عندي في كرياتين، عندي في كمان بانسينول ترطيبه عالي جدا وبيعمل التئام للخلايا. يعني مثلا تلاقي شعرايه مقصفه، تلاقي شعرايه متقطعه متهربده كده. ساعات مثلا الناس اللي عامله بروتين او عامله حاجه، تلاقي ان الشعرايه لو مسكناها تحت الميكروسكوب تلاقي ان الشعرايه تحس ان هي مجعده او فيها حفر كده، الروابط بتاعت شعرها، الروابط نفسها مأذيه. فابتدي عندي البانسينول ده بيعمل اعاده تركيب الروابط دي او تجميعها مره ثانيه. فهو كده هيديني حمايه وهيديني ترطيب وهيديني غذاء. دلوقتي في الشاشه بخاخ التساقط اللي انا سمعت عنه برده كلام خطير جدا، خاصه للناس اللي عندها من بدايه الراس شويه الشعر رجع من الحجاب بقى او من الشد بقى. او اي شيء. المفاجاه ان في بخاخ التساقط ان الناس اللي ما بتحبش الشعر الطويل ما تستخدموش، لان هو بيطول الشعر بسرعه جدا. ما شاء الله للدرجه دي. اول حاجه بيطول شعري 15 سنتي في 3 شهور، تمام، يعني 5 سنتي في الشهر، لان هو فيه بايوتين جزئي، فيه بركابيل، فيه كافيين، لان هو انتي اوكسيد، مضادات اكسده عاليه جدا، بتعمل اطاله او بتعمل غذاء سريع للبصيلات، فبتدي تتدفق لها دم زياده فتخلي الشعرايه تطلع. بيقلل التساقط عندي من اول 21 الناس يوم. الناس هتسالني، طب الرجاله اللي عندهم صلع راسي يا ترى ده هيحل لهم المشكله؟ هيحل. يعني في رجاله هتتجنن وتزرع مثلا، حلو، ياخد من المنتج بعد 21 يوم يكلمني يقول لهم عايزه اكلم دكتوره ايه، المنتج طول شعري والتساقط ابتدى يقل. بس في حاجه مهمه جدا لازم عارفين فرق، عندي تساقط طبيعي وعندي تساقط مش طبيعي. فهو اول حاجه التساقط الطبيعي اللي هو من 40 يعني 60 شعرايه او ال 100 شعرايه ده اوكي. امال الناس اللي بتدي يبقى عندها فراغات او حفر في الشعر، 100 شعرايه عادي؟ 100 شعرايه في اليوم. تمام. اول حاجه في ناس مثلا اعرف ان انا عندي تساقط ازاي، ممكن تلاقي مثلا حفر شعر المنطقه دي ناحيه وفي رجاله بس من قدام بيبتدوا يحلوا من النص. انا اول حاجه هعمل لك اعاده. المخرج بيقول لي اهو عنده مشكله. بعد الحلقه هجيب لك منتج. هنبخ له بختين. اول حاجه 9 بخات الصبح و9 بخات بالليل، ببتدي اسطر شعري كده وابتدي ابخ فيه كده وابتدي اعمل مساج قبل ما ابتدي استخدم المنتج عشان خاطر احفز الدوره الدمويه في المكان وابتدي ااهله ان هو هيحصل له عمليه امتصاص فيبتدي يمتص مني المنتج. تمام. فهو من اول 21 يوم هيقلل التساقط، هيبتدي يطول الشعر، هيبتدي يعمل اعاده كمان بناء يعني روابط الشعر اللي بيقع، شعر الضعيف، شعر المتساقط. لا ده هو هيقوي الشعرايه اللي موجوده وهيعمل لي اعاده انبات او الشعر اللي ما كانش فيه بصيله، اكنك بتزرعي بذره في المكان ده. عارفه الارض ما بقاش فيها زرع فممكن يزرع. بيبتدي ان هو يطلع يعني، واضعف الايمان مش هيخلي الشعر موجود يقع اصلا.
اول حاجه مش هيخلي الشعر يقع يقع، والحاجه الثانيه اللي هو عنده تساقط وراثي وشعره مثلا هو عنده 35 سنه وعارف ان عيلته على ال 45 شعره بيطير، لا ده هيخليه مثلا بدل ما شعره يفضى على 40 ياجل معاه المده يوصل ل 45 و50 سنه ولسه الشعر كل ما يقعش، لان في شعرايه تقع، في شعرايه تطلع مكانها، في شعرايه تقع، في شعرايه تطلع مدني مكانها، فيبتدي يحصل معاه التوازن. بنستخدمه 9 بخات والرجاله قد ايه؟ 9 بخات الصبح و9 بخات بالليل. الرجاله وستات. واقوى حاجه عندنا في لوشن التساقط ان في بعض المنتجات بدون ذكر اسماء ان وانس ان انت بتوقفي المنتج بيوقع الشعر تاني، ودي مشكله كبيره فعلا. في منتجات كده معروفه لحظية بس اول ما بتوقفها بيقول لك بقى لازم استخدمه مدى الحياه. لا احنا دلوقتي ما يعني احنا بنخلي الغذاء جوه وبره. اول حاجه معايا مكمل غذائي بيديني انتاج بصيلات وبتدي يخلي الشعر كثافته كويسه وشكله صحي، وعندي كمان البخاخ بيعمل غذاء حقيقي. احنا مش بنداري يعني انا شايفه ان مجموعه سلة مش بتداري، هي بتعالج المشكله من الاساس. لا واحنا كمان عايزين يا جماعه نقول ان احنا عايزين صوركم قبل وبعد، عايزين ان انتوا تستخدموا اللي هيعمل يبعت صور قبل وبعد، بعد استخدام من شهر من شهر لشهرين، من استخدام المنتظم، بركز على استخدام المنتظم الاستخدام الصحيح والمنتظم الصحيح. تمام. لين كمان عندنا يعني هدايا كتير جدا حلو جدا، فارجوكم اي حد اشترى المنتجات عايزين صور قبل وبعد، عايزين نوري الناس قد ايه الموضوع اختلف وفرق، لان حقيقي الموضوع لطيف جدا. انا طب انا هشجعهم بقى النهارده عشان احنا ناخد نجيب صور قبل وبعد ونبتدي يبعتوا الصور، ان احنا النهارده معانا عرض اللي هيشتري 3 منتجات هياخد منتجين هديه، هيبقى فيه شامبو وبلسم وسيرم. منتجين برضو شامبو وبلسم وسيرم وكريم تسريح والمكمل الغذائي. طب احنا معانا فريق متخصص تكلمنا، انا عندي مشكله في بشرتي فيها كذا كذا، علاجها كذا من مجموعه سلة، عندي مشكله في الشعر، عندي تقصف، عندي هيشان، عندي بهتان، شعري ما بيطولش، عندي اطاله، كانت في حمل، كانت في رضاعه، طالعه من عمليه شعرها بيقع. يعني كده هم يقدروا ياخدوا الخمس منتجات شامبو، حمام كريم، كريم التسريح، السيرم، بخاخ التساقط. طب المالتي فيتامين ده ايه نظامه؟ موجود معانا في المجموعه. يعني هيشيلوا حاجه من الخمسه عشان ياخدوه ولا يدفعوا ثمنه لوحده؟ كل يعني الفريق المتخصص هيبتدي يتابع معاها مشكلتها ويبتدي نوجهها للمجموعه المناسبه ليها وتاخدها. فانا كده عندي تشتري 3 منتجات، ادفع 8 3 اخد 5، تاخدي 2 هديه. تمام. هيبقى عندي الشامبو والبلسم والسيرم وكريم التسريح وكمان المكمل التساقط او حسب بقى الحاله حسب المشكله. ما في ناس تقول لك انا مش عايزه شعري يطول لان هو بيطول، عايزه اكد عليه انه بيطول كويس قوي. تمام. لا ده انا عندي مشكله في الهيشان او في التسريح او في التشابك، فدي دايما هتلاقيها. وطبعا دي حريتكم انتوا الشخصيه، ممكن حد يشتري منتج واحد، ممكن حد عايز يستفيد بالعرض يشتري الثلاثه عشان ياخد الخمسه، وممكن هو يختار الخمسه زي ما هو عايز. عايز اقول لك ان احنا اول حاجه المنتج في متناول الايد، سعره اقتصادي. عايز اقول لك احنا كان ممكن نعمل بقى محلات كبيره جدا وندفع ايجارات كتيره جدا ونخلي المنتج عالي، فاحنا شلنا عنهم تكلفه الحاجات دي. صحيح. فعشان كده النهارده انا قادره عشان كده سعره افضل، سعره افضل، قادره اعمل عليه عروض، قادره ادي منتجات هديه، قادره ان انا انت بتاخديه مني انا، فانا اول ايد، مفيش حد بيستفاد منك بعد. صح. فانت صح. محدش هيستفاد، فده مظبط ثمنه جدا جدا ومخليه سعر على المستهلك سعره بسيط كويس قوي. تاني حاجه ان المنتج اصلا موجود في الصيدليه، هو مرخص. فانت موجوده في القاهره او في اسكندريه في الصيدليات الكبيره هتلاقيه. طب انت مكانك بعيد او في الاقاليم او في المحافظات تقدري عندنا الشحن مجاني، هيلاقوه من غير العرض. من غير العرض هتاخدي المنتج بسعره، بسعره. يعني انتوا اللي عايز يشتريه من الصيدليات هو متوفر، وتقدروا تنزلوا تجيبوه من الصيدليات، مجموعه سله للشعر ومجموعه سله للبشره موجوده، لكن مش هتستفيدوا بالعرض غير من خلال هتشتري البرنامج. منتج في الصيدليه، تشتري منتج هتاخد منتج. يعني هتاخدي المنتج بقيمته، بقيمته. طب انت في عندنا النهارده في البرنامج هتاخدي 3 منتجات، هتاخدي عليهم 2 هديه، شامبو، بلسم، وسيرم، كريم تسريح، وكمان بخاخ التساقط او المالتي فيتامين. حلو قوي. فخلي بالك احنا بقى عندنا حاجه بتميزنا، انت لو اشتريتي منتج من اي مكان او من اي صيدليه او من اي حاجه كذا، خدي استخدمي خلاص خلصت. لا عرفتي انت استخدمتيه ازاي، استخدمتيه صح ولا غلط، جاب معاكي نتيجه؟ لا، عشان كده احنا حلينا كل المشاكل. فريق متخصص، متابعه مجانيه، تقدر تكلمنا 24 ساعه، واتساب، صفحه فيسبوك، صفحه انستجرام، تقدر تكلمنا. انا بستخدمه، طب بستخدمه بالطريقه الفلانيه، طب انا جاب معايا نتيجه، انا ما جابش معايا نتيجه. بنبتدي خلال المتابعه المجانيه دي بنوجهها للطريقه الصح. حلو قوي. والارقام قدام حضراتكم، اللي عايز يطلب المنتج بيتصل على الارقام دي، واللي عايز يتابع بعد ما طلب المنتج برضو الفريق الطبي المتخصص هيرد عليكم. طيب خليني ناخد شويه اسئله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. روتين الشعر للمحجبات يعملوا ايه بالظبط، وخصوصا لو بيروحوا الجيم كتير، يعني بيغسلوا شعرهم كتير؟
ماشي. المحجبات عشان خاطر الحجاب فمفيش تهويه، فانا محتاج ان انا كل يوم لما اصحى الصبح اعمل مساج لفروه راسي تمام، واعمل لها يعني اخلي شعري يتنفس، بلاش اقوم من على النوم هو ملموم، اقوم لابسه الطرحه ملموم، اقعد لي بال 24 ساعه شعري ما شافش هوا. لا ده انا لازم اصحى الصبح كده ابتدي اعمل مساج وابتدي اي اسرحه تمام. ناس كل يقول لك ما تسرحوش عشان شعري بيقع، طب انا لو ما سرحتوش خالص هيقع. فلازم اسرحه عشان انشط الدوره الدمويه فيه. طب لو احنا بنستخدم منتجات سيلا، هتصحى الصبح تعمل مساج تبتدي ترش بخاخ التساقط خصوصا في الاماكن اللي بيحصل فيها من البندانه او من الطرح او الكلام ده كله، ابتدي ارش في مقدمه الراس دي عشان ما يحصليش تسع بخات الصبح وتسع بخات بالليل تمام. وبعد كده بعد ما اخلص وانا بسرح ابتدي احط السيرم بتاعي او كريم التسريح وابتدي الف الحجاب. لفه الحجاب زي ما قلت لك يعني طبعا احنا عارفه المحجبات ان هم بيحبوا البندانات القطن والطرح القطن عشان ما تتزحلق وعشان وعشان وعشان، بس من وقت للتاني اخلي شعري يتنفس او ابتدي استخدم حاجات ما تبقاش ضيقه قوي على الشعر تمام. دي حاجه واغير اتجاهه يعني قلت لي برافو عليكي دي اغير اتجاهه يعني لو احنا عاملينه من النص لا ممكن نعمله كده مره نعمله كده مره نلمه كله لورا، التسريح والتوكه من ورا لازم تبقى مهويه شويه تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه نسرح يا دكتور بمشط او فرشه عاملين ازاي؟ الافضل خشب ولا بلاستيك؟ الخشب حلو قوي تمام. وبعدين لما ابتدي اسرح الغسيل بقى، في ناس كتير تغسل شعرها كتير، لا ده انا بغسل مرتين بس في الاسبوع بالشامبو وبغسل مره بالبلسم لو انا هحتاج ان انا استخدم مره ثالثه. بالنسبه للناس اللي في الجيم فهم بيعرقوا كتير قوي، فالعرق الكتير بيطلع طبعا معاه املاح، فالاملاح دي ممكن تاذي لي الشعرايه، فمحتاج ان انا استخدم شامبو يبقى فيه مضاد بكتيري طبعا زي ما انت قلتي. انا عارفه ان انت مركزه وعجبتيني قوي زيت النعناع، انا مركزه جدا تمام. وكمان زيت شجره الشاي خطار بقى، دول اخطر حاجه لان هو في نفس الوقت هيشيل اي رواسب او يشيل اي املاح او يشيل اي بكتيريا في الشعر واي فطريات، وفي نفس الوقت هو ما بينشفش الشعر. ومش بالضروري ان بتروح الجيم يوم كل يوم او يوم بعد يوم تغسل شعرها كل يوم بالشامبو، لا يعني مرتين في الاسبوع. اهم حاجه بقى مع الناس دي ان هي تشرب ميه كتير جدا جدا جدا، عشان مع ان بشرتها لما بتدي مثلا تعرق او شعرها يعرق او الكلام ده كله يبتدي يحصل بالانس، لازم تشرب ميه عشان تعوض اللي خرج منها في العرق. برافو عليك تمام تمام. يبقى احنا كده قلنا للمحجبات الروتين اللي يستخدموا بيه المنتجات حتى لو بيروحوا الجيم. طيب واحده بتقول انا شعري ناشف جدا ومهما عملت له حمام كريم او بلسم باكد ان مهما عملت له بيبقى ناشف وبقالي كده 4 سنين. تمام. مهما عملت له ما احنا نشوف انت عملتي له بايه. عملتي له بايه؟ دي جبتي وصفه كده من على النت اجتهادات شخصيه وعملتي الشعرايه على الشعرايه ما كانتش مناسبه؟ طب هل الكميه ما كانتش مناسبه؟ هل خلط الزيوت نفسه ما كانش مناسب او طريقته؟ طب هل انت بتستخدمي الترطيب في مكون واحد ولا لا؟ ولا بتستخدميه في كل المكونات؟ يعني هو انا ما استفدتش من الشامبو فهستفاد من البلسم فهستفاد من حمام كريم فهستفاد من كريم التسريح فهستفاد من السيرم، هل كل يعني بتستفادي بايه؟ عشان كده احنا معانا فريق متخصص. انا انت عملتي ايه بالظبط؟ يا ريت ترجع تكلمنا بس تاني. يا دكتور خلينا معترفين ان ربنا ما خلقش كل شعورنا واحده بالزبط. واكيد في درجات بتتفاوت من شعر لاخر في النعومه، يعني اصل في بنات برضو ممكن يكون شعرها مجعد شويه او ناشف شويه او هو طبيعته كده مش عشان هي إيه، فتبقى مستنيه نتيجه صاحبتها اللي شعرها ناعم من عند ربنا، فهنا بتقول لك بقى ده منتجات مش حلوه، ده ما عمليش زي صاحبتي. ما هو انت طبيعه شعرك غير صاحبتك. برافو عليك. انت لما بتروحي عندك مناسبه تروحي تشتري فستان تجيبي على صاحبتك او تجيبي على مقاسك انت بالظبط. وحتى لما بروح للكوافير وبنعمل بيبي ليس اللي شعرها ناعم بيبقى شكل البيبي ليس عليها شيء، الكثافه واللي شعرها ازاي والشعر عامله ازاي او كيرلي او مجعد. وعلى فكره الكيرلي ده موضه خطيره، انا نفسي بحبه قوي. انا بحبه جدا، انا بحبه، عندي مشكله ان انا لما بعمله بيفك بعد ساعتين ثلاثه. انت مش هتنفع معاكي خالص. بصي اقول لك على حاجه بالنسبه للشعر، اول حاجه اللي ما بصش في سنين هيرجع في دقايق، انا دايما باكد صح. فالاستخدام المستمر او الاستخدام المنتظم او الاستخدام الصحيح هيوصلك للنتيجه دي. مش لازم اوصل ل 100% فرد، بس هوصل ان التجاعيد هيقل، هوصل ان الترطيب هيقل. فالنوته اللي بتقول ان انا عندي مشكله او شعري ناشف، لما انا اخد الترطيب من الشامبو واكد عليه ترطيب من البلسم واكد عليه ترطيب من المجموعه كامله واكد عليه ترطيب كمان من الحمام التسريح والمكونات اللي موجوده في المكمل الغذائي، بنقعد قد ايه الحمام الكريم او البلسم على شعرنا؟ الشعر البلسم 10 دقائق، الحمام الكريم من 20 ل 30 دقيقه. طيب سؤال بقى غريب جدا جدا وانا عايزاكي يعني تقولي لي حاجه. بنت بتقول لي انا بجيب النخاع اللي في الكوارع. كده ترند الموضوع. انا بجيب النخاع اللي في الكوارع، ودي وصفه متجربه من العيله كلها،
عملت مع ناس مفعول، لكن انا عملت لي حشرات. وانا بشوف قد ايه هي بتنعم الشعر. اعمل ايه عشان اعالج الحشرات؟ بص، الحشرات دي بسبب ان هو كان فيها فطريات، فالفطريات دي لما نزلت على الشعر ابتدت تتكاثر، ابتدت تعمل لها مشكله. هو احنا لما بنجيب اللحمه مثلا بناكلها ولا لازم يتعمل لها تسويه؟ لا طبعا تسويه. طب هي التسويه دي احنا بنعملها ليه؟ عشان نعرف ناكلها. لا، عشان اقتل الفطريات والبكتيريا الحيه اللي موجوده فيها. تمام. فانا النهارده لما باخد مكون تمام وحطيتي على شعري بدون، لا هو انا اصلا السؤال ما اشعرني. لا، ناس كتير بتعمل كده. ازاي قدرت تجيب النخاع ده اللي هو جوه الكوارع والماسوره؟ حلو جدا. لا هو حلو. الكوارع خطيره لان هو فيه كولاجين طبيعي وهو فيه بروتين طبيعي. حلو ان انا اجيبه. لا حلو ان انا اتناوله فجسمي يمتص الغذاء بتاعه، فيروح بقى في جسمي في مكان. بقول لك الحاجه، في ناس بتجيب سمنه تحطها على شعرها. ايوه انا سمعت ده، سمنه بلدي يقول لك عشان ويأملوا بقى. طب يا دكتور معلش، ايه التفكير ده؟ يعني انا جيب النخاع اللي الناس المفروض بتاكله احطه على شعري وما استناش اللي يجيب لي حشرات؟ لا، في بقى حمامات كريم موجوده معانا زي قلت لك بزيت بجنين القمح وكمان بالنخاع والكلام ده كله. فاحنا مدخله في مرحله تصنيع، مرحله التصنيع ببتدي اكيف او اخد منها المستخلص اللي فيه الفايده واديهولك. لكن ان واحده تجيب نخاع كده من الجزار كان في ماسوره كوارع، ده غلط تماما. ما هو غلط لان هو فيه بكتيريا او فيه حاجات محتاجه ان هي تتسوى بطريقه معينه عشان خاطر اوقف نشاط الخلايا الدقيقه، فابتدي احطه على شعري فيحصل لي فطريات. غير ان وقت كتير مثلا الزيوت الكتير زي ما انت قلتي بتطلع حشرات، فهو ده غلط. فهنا القصه مش في ان هتعالج الحشرات، القصه انها هتبطل النخاع. بقول لك على حاجه، انت يعني عايزه مفاصلك كويس، عايزه بشرتك كويس، عايزه جلدك كويس، كل كوارع كتير جدا. مش اكلها ليه بقى؟ لان فيها كولاجين طبيعي. يا دكتور فده اكلها حلو. مش اجي ادقدقها كده واحطها على شعري؟ انا عندي شويه ترندات عايزه اقول لك عليها، بس انا خايفه الناس يختلط عليها الامر الطب غلط. لا احنا عايزين ناخد بالنا يا جماعه. السؤال هنا يعني انا شايفاه غلط. هي القصه مش ان انت تعالجي الحشرات بس تفضلي مكمله في النخاع، النخاع ده كليه استفادي بيه، لكن ان انا اجيب واحطه على شعري ده لازم هيعمل لك حشرات لان طريقه الاستخدام غلط. فنرجع تاني، عندنا مجموعه محترمه جدا، مجموعه قويه جدا تغنيكي بقى عن النخاع وان يبقى ريحتك غريبه وتبقي قاعده في البيت بتهرسي، فالمجموعه دي ممتازه. هقول لك على حاجه، هي جابت النخاع ليه؟ عشان فيه كولاجين وفيه بروتين وفيه بيوتين، وده موجود في المجموعه. حلو قوي. طب انا عايز شعري يطول، هاتي لي روزماري وهاتي لي كمان زيت اللوز. عايز شعري يترطب، عايزه ارجان وكمان زيت زيتون وكمان زيت جوز الهند. بصي عمالين تشتري تشتري تشتري، والازازه قد كده برقم قد كده، وزي ما قلنا ممكن يحصل لها تصنيع. موجود كل ما موجود في مجموعه سيلا، الشامبو والبلسم حمام الكريم. انا بشكرك يا دكتور، المخرج عمال يقول لي الوقت، انا بشكرك والكلام معاكي ما بيخلصش. شكرا جزيلا ليكي ولتعبك ولمجهودك. شكرا جزيلا. الارقام قدام حضراتكم تقدروا من خلالها تتواصلوا مع الفريق الطبي المختص وتستخدموا العروض اللي موجوده في برنامج حكايات مع مروه عزام فقط. كل حاجه انتم شفتوها وكل المجموعه موجوده في الصيدليات الكبرى لكن من غير عرض. لكن في البرنامج عندي لو اشتريتوا 3 حاجات هتاخدوا 5 حاجات، يعني هتدفعوا 8 3 وتاخدوا حاجتين مجانا. يا رب نكون بنفيدكم، ويا رب كلنا نبقى حلوين وبصحه وعافيه. انا بحبكم جدا، ودايما موعدنا بتكون اربع وخميس وجمعه على شاشه قناه هي الساعه 9 مساء. تحياتي لكم، مروه عزام.